في مثل هذا اليوم قبل 87 عاما أصدر المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية مرسوما بإطلاق اسم المملكة العربية السعودية على الكيان الذي أمضى في توحيده 30 عاما منذ فتحه مدينة الرياض مستعيدا حكم أسلافه. ومنذ ذلك الوقت بدأت المملكة في مسيرة النهضة والبناء، حيث تعاقب على تلك المسيرة 6 ملوك من أبناء الملك المؤسس، بدءا من الملك سعود والملك فيصل، فالملك خالد، ثم الملك فهد، تلاه الملك عبد الله رحمهم الله جميعا. بعد ذلك سلمت راية البناء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تبوأت المملكة ولا تزال مكانة متميزة وإلى مصاف الدول المتقدمة. فعلى الصعيد السياسي تعد الرياض اليوم واحدة من أهم عواصم القرار في العالم، تجتمع فيها قيادات العالم لبحث حلول قضاياه، ناهيك عن دورها في القرار السياسي المحوري في المنطقة. ودعم هذه المكانة السياسية المرموقة مكانة اقتصادية عالمية تحققت على مدى عقود البناء، فالمملكة اليوم واحدة من 20 دولة عالمية تلعب دورا محوريا في رسم سياسات التجارة والاقتصاد على مستوى العالم. ولحماية هذا الكيان فقد عكفت قيادات السعودية على صنع قوة عسكرية لصونه، فيما صنف الجيش السعودي هذا العام في المركز 22 على مستوى العالم والثاني عربيا في قائمة تصنيف دولية. كما حرصت المملكة التي قامت على مبادئ الشريعة الإسلامية عبر تاريخها على خدمة الحرمين الشريفين، في حين تتوالى مشاريع التوسعة والبناء في الحرمين لرفع الطاقة الاستيعابية وتقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات للملايين من ضيوف الرحمن، وهي تثبت نجاحها عاما بعد عام، فيما يواصل قطار التطوير السير في خطى حثيثة على سكة التحديث والبناء.